والانتخابية وما شابه ذلك، وتمخض عنها كذلك تأجيل البث في بعض القوانين اللي تخص لعبة كرة القدم، نتكلموا حنا على كرة القدم. وبالتالي كل هذه الاستثناءات وكل هذه التدابير المتخذة من طرف وزارة الشباب والرياضة اللي هي مشكورة، ومن طرف الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وهي مشكورة، هذه كلها تخلينا نديروا يعني توصية، درنا توصية هنا في الجمعية العامة واللي نقدمها للفيدرالية الجزائرية لكرة القدم وبدورها إلى وزارة الشباب والرياضة، من أجل لأن اليوم احنا على مشارف نهاية السنة 2020، باش هذا المكتب الأشغال والعمل اللي داروا في هذه السنة يعني كان من بعد جمعية عامة باش تدير له بيلو مورال اي فينونسي تاع الموسم هذا اللي احنا خدمنا فيه، لأن كي اليوم احنا ما نبقاوش يعني كمكتب شكون اللي راح يدير البيلو تاعنا حنايا؟ والانتخابات ماناش راح نديروها غدوة، تندار على الأقل ستة أشهر، خمسة أشهر، ربعة أشهر، ستة أشهر، حنا ماذا بينا مادام كاين الوقت ونكملوا العهدة تاعنا نديروا له بيلون مورال فينونسي تاعنا تاع العام هذا، ومن بعد يجوا الانتخابات واللي يبغي يترشح كاين اللجنه راهي موجوده تاع الترشحات، كاين تاع الترشيحات، كاين اللجنه تاع الركور، وكاين تاع الباتريمون، امور عاديه جدا، وهذا ما يزيد ما ينقص يعني في القيمه تاع الهيئات الرياضيه. هذا نحن في ظروف استثنائية، هذه الاستثناءات كما كانت في أمور أخرى تكمل المكتب هذا، لأن الرابطة المحترفة رجعت يعني مصنفة مع الرابطات الوطنية والفيدراليات، يعني في نفس التواريخ اللي يديروا الانتخابات، على غير العادة اللي كانت الرابطة المحترفة مع الرابطة الولائية والجهوية. نظن هذه أمور أنا لا أراها يعني غير عادية، عادية جدا، c'est un exercice de 2020 مع المكتب الى تقديم هذا الاكزرسيس للاعضاء الجمعية العامة، يصدقوا عليه ولا ما يرفضوه ولا الى اخره، لان في هذا العام واش لعبنا؟ لعبنا جونفي فيفري 15 مارس حبسنا، باقي هذا لو ريست نكملوا يعني السنه هذه في اطار يعني الاستثناء هذا يكون من اجل باش الامور. شكون اللي يدير لاسومبلي تاعنا هنايا لو بيلون تاعنا مورالي فينونسي؟ شكون؟ ما الناس مجهولين، امور عاديه وما عندناش اشكال باللي الامور تكون سلسه من طرف الجهات الوصيه. نعم، لا شكرا، حاجه تفضلوا اللي عنده سؤال اخر. نعم، تفضل سي رشيد سمعنا. لا اليوم سي بري احنا تفهمنا الموقف تاعكم، تكلمنا احنا والزملاء كي كنا برا، قلتوا بلي بون افي با ليسي لا بريس اسيستي او ترافو باسكو سي كوفيد 19. تفهمنا انا تكلمت مع الزملاء صح، قلنا وتفهمنا ذلك، لكن بلوم عليكم كوسم. نعم تفضل. كنتوا ديروا كومونيكي وقال فوالا ما تجوش الصباح في لافان دي طالبو يرى كومونيكي. جبدونا من الساعة تاع الصباح احنا واقفين هنايا هكذاك في ديوري حتى الوحدة، جو بونس كو جوري في بوبليا كومونيكي قال فوالا لي جون دابريس سون فان بيتي اسيتي على كونفيرون دو بريس ا لافان دي. ونوضوا بعقلنا وندوشوا بعقلنا ونجوا بعقلنا وكذا، جبدونا نجري وكذا وبعد هنا احنا كلش مغلوق. على كل حال التاسعة لا، أنا جيت على التاسعة والنص ما ستة واحد ماهوش مشكل، التاسعة ولا العشرة كيف سي با بروبليم. ولكن احنا يعني نظن تعليمة العطات للإخوان سي رشيد، تعليمة عطات للإخوان بلي يورا اون كونفيرونس دو بريس ا 13:30، ولكن الإخوان كيفاش وظفوها؟ يعني وظفوها بالهاتف ولا يعني اسمح لي أنا على كل حال كنا نتكلموا في الموضوع هذا مع اللي سي سلحاني في كثير من المواضيع،
معليش اللي ما يخدمش هو اللي ما يغلطش، ممكن احنا نقولوا ايه معليش عادي جدا. وملاحظه في المستوى، احنا قلنا باللي الصحافه يعني ما تكونش حاضره في الاشغال تاعنا، يكون ان بوان دو بريس في نهايه الاشغال وبالضبط على الوحده ونص. واذا كان شفتوا اليوم التلفزيون العمومي كان حاضر لهنايا، لان التلفزيون العمومي سي نوتر بارتنير، عندنا كونفونسيون معاه ويعطينا دراهم، يعطينا دراهم ويعطي الكلوب دراهم، سكو في من حقنا باش يكونوا حاضرين معنا. واذا كان يعني تلفزيون اخر ممكن يدير معنا كونفونسيون بور لا ليغ 2 اللي راسها سي علي مالك، يعني فان هذا شيء جميل وتبدا عنده نفس الحقوق. ولكن اذا كان شفتوا باللي يافي ان بروبليم دو كومينيكاسيون، ودرنا احنا مكتب تاع الرابطه البارح وتكلمنا في هذا الموضوع وقلنا باللي الوحده ونص باش يكونوا حاضرين. اذا كان فريمون يعني لانفورماسيون ما مشاتش نعتذر نعتذر. الا لانفورماسيون ما مشاتش، لا كاين اللي على بالهم، الا لانفورماسيون ما مشاتش انا نقول لكم انا كرئيس رابطه يعني محترفه يعني نيابة عن زملائي وأعضاء الجمعية العامة أعتذر لكم. سي فؤاد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نحيي سي فؤاد والمكتب الرافق لك بهذه المناسبة. يبقى سؤال ربما سؤال ميداني. الموضوع على الأبواب وكل فرق أو أغلب الفرق تشتكي من الإمكانيات المادية والصحية، هل هناك إمكانيات حتى تنطلق البطولة بظروف حسنة أم ستكون أمور أخرى فوق المادية، خاصة المسائل يعني الوقائية للرياضيين والإداريين وحتى العمال بصفة عامة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كيف قررتم بالنسبة للتدعيمات المادية للفرق اللي تشتكي من الناحية المادية؟ هل هناك تجميع مادي من طرف الرابطة أم أمور أخرى؟ وشكرا. قلنا سي فؤاد عميد الصحفيين والقيدوم ورجل الميدان، الرابطة عمرها ما مولت الأندية، الرابطة تسهر على توزيع الحقوق البث التلفزيوني. نعم نعم. للعلم يعني فيه يعني اجتهاد من المدير العام للتلفزيون الجزائري على ايصال يعني الملف الى من له الحق من اجل الاسراع بضخ الاموال اللي تدين بها الرابطه، وبالتالي الرابطه لم تقعد مكتوفه الايدي بل ساهمت حقوق البث التلفزيوني 2018-2019 للانديه كان عندها اكراهات لاعبين في لافيفا ولا اللي لعبوا لاكار اللي قاعدينهم يعني اكثر من 70%، ولو احنا ما عندناش عائدات من يعني، لكن الرابطه في خدمه الانديه. اما بالنسبه للاعانات تاع النوادي طرف السلطات المحليه، هذا من اختصاص المسؤولين والمنتخبين في ولايتهم ومطبات كبيره. مشاهدينا، ندوه صحفيه لرئيس الرابطه المحترفه الوطنيه لكره القدم عبد الكريم مدوار متواصله، والتي نذكر انه تحدث فيها أن هذه الجمعية كان من المفترض أن تنعقد شهر فيفري أو مارس الماضي، لكن الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بسبب انتشار جائحة كورونا هي التي أخرت مثل هذه الأمور. كما أكد مدوار أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والجزائر أيضا جعلت كل ما يخص الرابطة وأقول من انتخابات وجمعيات عامة يخضع لإجراءات استثنائية مثل ما قال. هذا وشاهدنا مدوار في هذه الندوة الصحفية المباشرة وهو يقدم اعتذاراته للإعلاميين الذين قدموا مبكرا أو في ساعة مبكرة لحضور الندوة، فيما انطلقت هي فعليا في حدود الساعة 1:30 زوالا. وقال مدوار أن المكلفين بالاتصال في الرابطة كان الخطأ تقديريا من طرفهم. نعود
إلى ندوة رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار على المباشر. 10 ملايير وعنده حق البث تاع التلفزيون تاعو 3 ملايير ولا 4 ملايير ولا 5 ملايير، يعني وين كاين يكون الأقرب نقدروا يعني موسمين تاع اللي سالهم ولو ما دخلنا والو نعاونوه ونوقفوا مع النادي هذا من أجل باش يزيد القدام، ما نفرملوهش ما نطبقوش القوانين بحذافيرها، لأن اليوم رانا في ظروف استثنائية وتكون الاستثناءات، لأن كي تكون يعني بصفة عامة الأمور استثنائية في كل المستويات كاين الاستثناء، وهذا الاستثناء نتعامل به مع الأندية. نظن هذا أمر ويعني اللي رانا عايشينه ورانا نتمشاو معاه، لأن نحن من الأندية والأندية منا، نتكلم على يعني الجميع، حتى أنتم لهنايا كل واحد يناصر نادي ما ويبغي له وينتدب له ويسيب له الكونتاكت للجوار اللي يقدر يدبر له سبونسور يدبر له تغطية إعلامية مميزة، وهذه دائما في 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 الإنسان في يعني في يعني في الداخل تاع الإنسان. ونظن يعني هذا السؤال يعني كافي وشافي السيد، جواب كافي وشافي السيد فؤاد. سي عبد الكريم مدوار، عندي سؤالين. السؤال الاول، من اهم مخرجات الجمعيه العامه التي عقدت اليوم هو ضبط رزنامه للبطوله المحترفه الاولى. سؤال، هل هناك امكانيه واحتمال لتغيير رزنامه تماشيا وتطور الوضع الوبائي في الجزائر، علما انه معظم نقولوا عدد كبير من الانديه كاين حاله ايجابيه باصابه وباء كورونا وسط لاعبيها؟ سؤال ثاني، دائما في اصابات لاعبين بوباء كورونا، كرئيس رابطه وكمكتب تنفيذي للرابطه المحترفه لكره القدم، النظره تاعكم لهذا الامر هل سيشكل عائق او مشكل امام موسم نقدر نقول عليه انه استثنائي بكل المقاييس؟ شكرا. أكيد رزنامة اليوم تم على يعني يعني درنا الرزنامة اليوم وبحضور الجميع، وهذا الشيء اللي كنا حابينه في الجمعية العامة العادية بعشرين فريق. كاين في التدخلات تاع بعض الإخوان يعني عضوين يعني ممثلين رئيسين تاع فريقين قالوا باللي احنا ماذا بينا لو كان نديروا فوجين والى اخره، يعني انا ذكرتهم برك يعني كانوا كل الرؤساء هنايا حاضرين في شهر جويليا مع رئيس الفيدراليه وكذلك رئيس الرابطه والاعضاء تاع الفيدراليه والرابطه وكل الرؤساء المحترف الاول، وتكلموا واعطاوا رايهم بالوحد على صيغه كانت فيه يعني يعني ثلاث صيغات الله اعلم ولا صيغتين ثلاثه، وكان هنا المدير الفني هو اللي شرح يعني هذا يعني الطريقه الصيغه والطريقه تاعها، وكل رؤساء النوادي باستثناء رئيس واحد اللي كان يحوس على فوجين، كل رؤساء النوادي مشاو ب 20 فريق و 38 مقابله، وبالتالي تم الاعتماد اتحاد الصيغه. اليوم احنا الفرق بدات التدريبات، يعني لقد يعني جاء الضوء الاخضر من طرف اللجنه العلميه اللي تابعه وزاره الصحه وكذلك وزاره الشباب والرياضه اللي هي المسؤوله عن المنشات الرياضيه وتطبيق البروتوكول الصحي، وكذلك الفيدراليه الجزائريه كره القدم والرابطه المحترفه ليومنا هذا اللي بدات العمل تاعها. إذا كان الأمور بقات كما هو عليه وتكون هذه الحالات أمور عادية أمور روتينية، اليوم يكون لاعبين أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، كاين الحمد لله كاين الحلول، كاين لجان طبية، كاين أطباء صاهرين على تطبيق البروتوكول الصحي لا على مستوى الفيدرالية ولا على مستوى الرابطة المحترفة ولا الرابطات ولا حتى على النوادي اللي هما كاين تقارير توصل إلى
رئيس الى الطبيب الرابطه اللي هو سي محمد بشاري وبدوره يحولها الى سيده مرجي الطبيب الفيدرالي من اجل المتابعه اليوميه للحالات في الفرق المحترفه 20 فريق محترف. نظن ليومنا هذا الامور ماشيه عاديه والبطوله تبدا في موعدها المحدد. اذا كانت امور يعني من الناحيه الطبيه واللجنه العلميه ارتأت غير ذلك لكل حدث حديث. تفضل. السلام عليكم. سندو انتم كرابطه، انتم كرابطه قمتم ربما تدينون لقناه زي تي في حوالي 3 سنتيم، وقمتم باعطاء الانديه في المواسم الفارطه حقوق البث التلفزيوني من خزينه الرابطه. الان القناه اغلقت ولكم داخل السجن، يعني هنا وصلنا هذه القضيه. وكنقطة ثانية، اليوم الوطني ربما للصحافة والصحفيين، كلمة للصحفيين الجزائريين خاصة لجانب الإعلام الرياضي، لم يقوموا بدور فعال وفي المنظومة الرياضية. شكرا، عطيتني الفرصة باش حنايا كرابطة وقفنا مع الأندية وخلصنا في الحقوق تاعهم اللي رغم المتعامل تاع الجزائر تي في لم يعني ما وفاش بالوعود تاعو تجاه الرابطه المحترفه، ولكن الرابطه المحترفه بمحاميها رفعت دعوى قضائيه ضد هذا القناه، ويعني كخطوه اولى يعني ربحناهم، وربحناهم ماشي الا في 9 ملايير، العقد كامل حوالي 29 مليار سنتيم. نعطيكم هكا يعني ان شيفر رون، ما نروحوش في تقريبا هي 28 قريب 29 ولا 29، المهم تقريبا 29 مليار سنتيم. وهذه الحقوق اللي هما تاع الرابطه، احنا ماناش باقيين مكتوب في الايدي، يعني هذه الشركه يعني على ديسباري بور دي ريزون، وكاين الدوله تخدم خدمتها في من جهه، وحنا يا متضررين رحنا للعداله، والعدالة أنصفتنا، ماناش قاعدين مكتوب في الأيدي. هذا من هذا الجانب، لأن هذا سؤال وجيه. كاين بزاف الناس اللي يقول لك كيفاش، ما دور الأموال هذيك اللي مشات؟ هذه حقوق الأندية، وحنا نحافظ على حقوق الأندية ونمشي ما يعني ندافع على حقوق الأندية إلى أقصى يعني حد. أما بالنسبة للسؤال الثاني، خصوص اليوم الوطني، اليوم الوطني للصحافه، اليوم الوطني للصحافه، اليوم الوطني للصحافه. نحن جزء، احنا منظومه يعني كمسيرين رابطه فيدراليه ونوادي ولا وزاره ولا احنا، انتم يعني جزء لا يتجزا من المنظومه اللي احنا عايشين فيها. ها انا نتمنى يعني الصحافه اللي هي في يعني تقوم بالدور تاعها، وهذا الدور اللي تقوم به يعني كشغل واجب وطني، واجب وطني كل واحد على مستواه، خاصة لابريس سبورتيف اللي راهي تقوم بالدور تاعها. وأتمنى كما قلت في بداية تدخلي، أنا اليوم إلا تكلمت على إمكانية ترشحي من عدمها، قلت لكل مقام مقال. ما زلنا 4 أشهر 5 أشهر 6 أشهر واني نتكلم على الرابطه، انا رئيس رابطه نتكلم على الرابطه. معني انا نتمنى الكلام كيما نقولوه تحطوه، يعني المزايدات راهي تضرنا كاشخاص ودير لنا النميمه، والناس تطيح علينا، واللي حطها هو اللي يدي الذنوب في بلاصتنا. دوك انا ما قلتش باللي انا نترشح لا فيدراسيون، وقلت لي كل مقام مقال. سافو با دير باللي انا اقول واش قلت، برك انا احكي واش قلت، ما تزيدش عليا برك. هذا هو الشيء اللي انا ما انا كي قلت باللي لكل مقام مقال، لم اقل يوما انا راني كونديدا على ليغ لا بريزيدون دو لا ليغ بروفيسيونيل، ولا كونديدا على لو بوست دو بريزيدون دو لا فيدراسيون، جي جامي دي سا. يعني نصحح غير المعلومه فقط، انا قلت لي كل مقام مقال، كي يلحق الوقت
أنا نشوف إلا نترشح نترشح ما نترشحش ما نترشحش، هذا أمر يخصني أنا شخصيا. يعني باش نكونوا، أنا نتمنى للصحافة يعني يعني كان تطور كبير وملحوظ وحرية كبيرة، وكاين شباب الله يبارك، وكاين الجيل كما سي فؤاد اللي الخبرة تاعو مستحبة، والتطور تاع الشباب كذلك مستحب. نظن هذا الدمج بين يعني الجيلين مع منقول انايا ان شاء الله ربي يقويكم ويقوينا جميعا من اجل المصلحه تاع خدمه كره القدم بصفه عامه والجزائر بصفه خاصه والجزائر بصفه عامه. السلام عليكم الرئيس، عندي سؤال ديزولون كور اون باج ديسيست على لا بروغراماسيون. سمعنا شويه معليش، جنسي توجور على لا بروغراماسيون شامبيون تاع العام افيك 38 جورني. شنا با لو باسي افيك 30 جورني نبداو في 15 جول ونخلصو ديفوا حتى الموان جوان. رانا في حاله استثنائيه، الشامبيون تاع هذا العام تبدا 28 نوفمبر، يعني فتره شويه قصيره افيك لي كات كلوب انجاجي في كوبا افريكا لي دات فيفا ديك لي زيميناتوار تاع ليكيب ناسيونال. يعني شتا هضرنا معاك دي ريسبونسابيلتي بوليس يقول لك امبوسيبل، يعني افيك 38 جورني ما راكمش متخوفين باللي لا سيزون تاع هذا العام بدات تكون. علاش نتخوفوا؟ نعطيك مثال، انا عندي اليوم ان فول ا 20 اور دابيتيد نوصل ا 22 اور. غدوه لا كومباني بدلت قالت لو فول ماهوش ا 20 اور ا 22 اور، نوصل اوتوماتيكمون ا مينوي. اليوم كاين هذا الوضع الاستثنائي اللي تسبت فيه يعني هذا الجائحه الكوفيد 19، وما لعبناش سبع شهور، والبطوله اولي باش تبدا في لو ما دوت وتكمل دابيتيد في لو ما دو مي ولا جوا على اقصى تقدير، اليوم تبدا في فان نوفمبر، واذا كملت في جوي ولا كملت في اوت ويلي لو بروبليم. كاين مشكل، انا مانيش شايف باللي كاين مشكل، من المفروض ما تكملش في جوي، تكمل في اوت ولا تكمل في سبتمبر. ولازم نعيش مع هذه الجائحة، لازم نعيش معها بالسلبية تاعها بالإيجابية ما شكيتش إلا كاين. ولكن اليوم إلا بدينا في نوفمبر، رانا بدينا في 11 موا، موالف نبداو في 8 موا، أوتوماتيكمون إلا كملت الشامبيونا في مي راح تكمل في جوي ولا في أوت، ولا يقولوا أوت باللي كاين سخانة، علاش ما كناش نبداو ما بديناش الشامبيونا لو 6 أوت؟ علاه كي نبداو الشامبيونا لو 6 أوت؟ سخانة وكي نكمل وكي ما كاش سخانة وكي نكملوها في جوي ولا في اوت كاينة سخانة عادي جدا. لا أرى يعني فيه إشكال نبداو الشامبيونا الوقت اللي نبداو ونكملوه الوقت اللي نكملوه، ومن بعد الموسم اللي ملهيك أولي باش نبداو مثلا في 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 لو موا دو سبتمبر ولا في اوت نبداو في سبتمبر اكتوبر، ومن بعد عام عامين نرجعوا على نورمال. وهو الشيء اللي مهم، وهو الصحة تاع المواطن، الصحة تاع اللاعب، الصحة تاع المواطن الجزائري بصفة عامة. نظن هذه الأمور عادية جدا، نبدأ في نوفمبر نكمل في أوت عادي جدا، نكمل في جويلية نورمال. مانيش شايف أنا وين راه الأنورمال. الأنورمال وهو كي الناس تبدا تموت. الأنورمال كي ما نحافظوش على الصحة تاع المواطن، هذا هو الشيء الغير العادي. أما الشامبيونات تبدا في نوفمبر، في سبتمبر، في ديسمبر، في جانفي وتكمل، عادي جدا. هذا هو يقولوا الشامبيونات بروفيسيونيل، ويلي بروبليم، هذا راه خدام. جوار راه خدام، مدرب راه خدام، والمكونات تاع الفريق كامل كخدامين، وراهم يخلصوا عادي كيما يخدموا كيما الناس اللي تخدم في مصانع ولا في ورشات ولا في متاجر إلى آخره. نظن هذا ماهوش اشكال، وحنا لازم نتعلم نتعايش مع الوضع الحالي اللي هو وضع استثنائي. السلام عليكم سيدي الكريم، الرابطه الوطنيه كانت في وقت سابق برمجه مباراه نهائيه كاس سوبر الخاصه بموسم 2018-2019 كمباراه افتتاحيه للموسم الكروي الجديد، والان بما اننا نتحدث على كوفيد مستجد كوفيد 19 احد طرفي النهائي وكما هو معلوم يعلم العام الخاص اجتاحه الوباء باصابه عدد كبير من اللاعبين وحتى من المريخ،
لا نظن مقابلة سوبر يعني اقترحناها وأقرها المكتب الفيدرالي يوم 21 نوفمبر. نتمنى أن لا تكون يعني لأن كاين لو تيراج الصور تاع لا تشامبيونز ليغ لا كوب دو لا كاف وفيه فرق اللي يلعبوا لي تور بريليمينار. عندما يعني كيتضح الأمر نرسموها لو 21 إن شاء الله. ومازلنا اليوم رانا لو 22 مازلنا شهر. نظن الفرق راهي تتدرب والفرق راهي يعني تتمرن واللي عنده هذا الفيروس نظن كاين فرق طبيه سهره على الراحه تاع اللاعب والعلاج تاعو. نظن ماهوش اشكال درك الا كان واحد فرق فريق امام لاكاف يعني بصفتي كعضو في اللجنه تاع المنافسه الافريقيه وكذلك لوكتروا دي ليسونس دي كلوب بروفيسيونيل في الاجتماع الاخير اللي درناه يعني للذكر برك نذكر الاخوان كاين 5 اجتماعات شاركت فيها انا العبد الضعيف. اكيد زملائي الاخرين 6 الاخرين شاركوا في اجتماعات لان هذه اجتماعات لاكاف تبعث لك يعني الان ايميل شخصي ليك انت ونشاركنا في الاجتماعات عبر الفيديو كونفرنس بار زوم. وفي الاجتماع الخامس اللي درناه تكلمنا على العدد تاع اللاعبين اللي يمكن لهم الفريق ما يلعبش ومن 0 إلى 5 من 0 إلى 7 من 0 إلى 10 والإمكانيات اللي فيها التأجيل إلى آخره. هذه يعني بالمناسبة اللجنة اللجان مفعلة رغم من اللي تنصبنا يوم 20 ماي. المجال الجوي مغلوق ولكن هذا ما خلناش يعني ما نجتمعوش واجتمعنا في 5 يعني اجتماعات وكانت يعني وقررنا في نصف النهائي تاع كاس افريقيا قررنا في النهائي تاع كاس افريقيا في بدايه في يعني المنافسه الافريقيه تاع الانديه في كثير من القضايا اللي تهم النوادي اللي تلعب لا تشامبيونز ليغ لا كوب دلا كاف وحتى الاجازات تاع النوادي المحترفه على المستوى القاري. نظن هذا الامور يعني لا تعيق السير الحسن لان لو كان كانت تعيق لا أعاقت ريال مدريد والبي اس جي والسيتي الى اخره. نظن امور عاديه واقول لكم كلمه لازم نمشوا عليها. هذه الكلمه لازم نتعايش مع الجائحه. ما الجائحه هذه ماهيش غول، هذه راهي كاع للعالم مش خاصه الجزائر. الى الجزائر عندها 200 حاله و220 حاله يوميا في البلدان الاوروبيه المتقدمه ولا البلدان الأوروبية عندها 60,000 حالة يوميا. نظن لازم نقلفطوا على قوايمنا ونتكلوا على ربي ونبقاو نخدموا ونبقاو غير كورونا كورونا كورونا. اللي خمم على الكورونا بزاف نظن راح يعيق المجتمع الجزائري ولا المجتمع بصفة عامة. نظن لازم نتعايش ونشمر يعني على صواعدنا وكل واحد يقوم بالمهام تاعو وما نبقاوش نتخباو مورا هذه الجائحه والجائحه ومصاب الى اخره. انا نظن هذا يعني شيء معمول به ولازم نتقدم للقدام. كره القدم ولا الرياضه ما تبقاش يعني حابسه الجائحه، لازم نديروا البروتوكول الصحي، ناخذوا براي اللجنه العلميه ونتقدم الى الامام. اعقلها وتوكل. سيد عبد الكريم مروان، يعني شفنا ضرب في المثال بالانديه الاوروبيه يعني ريال مدريد والبي اس جي، يعني احنا بدايه الموسم يعني سي اوفيسيال حتكون ويكلو، يعني هل هناك احتماليه يعني عوده المناصر للمدرجات يعني في ظل خاصه ان البلد يعني او نشوف اللي جاء احتواء يعني احنا ما نخوفوش منها لكن يعني الفيروس او يزيد في الانتشار، يعني هل حتكون كاينه امكانيه يعني لعوده الجمهور يعني في وقت انتهى كيحكي لنا ضرب في المثال على اوروبا، يعني الاوروب كاين دي ماتش وين راهو يعني الجمهور مخصصين لبعض يعني بعض الاماكن واش قال، يعني هل هناك احتماليه يعني يكملوا الموسم او يكلوا ولا اسكي دي اون بوسيبيليتي دوفوار يعني لي سوبورتير يعاودوا يولوا لي كاد؟ لا بيتي فيا اون مونجون. هات نبداو بعد وعندنا يعني لجنه طبيه هي اللي تابع الاوضاع ويعني هي اللي تعطينا خارطة الطريق من الناحية الصحية وبعدها وزارة الشباب والرياضة وبعد الفيدراليات والرابطة إلى آخره ونقولوا لابيتي فيا مونجو. نبداو ومن بعد إن شاء الله
نشوفوا التطور تاع الوضع. تفضل سي سيد الكريم. دوار السؤال الاول، شفنا الجمعيه لها اقتراحات من طرف الاعضاء، اقتراحات مهمه خاصه في ستاتو تاع الرابطه، لازم يتبدلوا لانه الرابطه اليوم راهي ب 20 تاريخ والستاتو تاعها كانت ب 32 تاريخ، والعام القادم راح تكون ب 18 تاريخ، يعني في كل مره يكون تغيير قوانين اساسيه للرابطه. هل سيتم تطبيق هذه التغييرات التي طلبوا بها اعضاء الجمعيه قبل انطلاق الموسم لنتفادوا مشاكل قانونيه ممكن تصادفنا خلال الموسم الكروي؟ وبخصوص ايضا المقترحات التي قدمت، هل ستراجعون من اجل تطبيقها خاصه في المكتب الفيدرالي القادم؟ اقتراحات فيما يتعلق باحتمال الغاء صيغه المنافسه اللي ما تساعدش، ربما طريقه اخرى من اجل الخروج بموسم اقل ضررا مما هو المتخوف منه. سؤال ثاني بدون تأويلات، نشوف أعضاء المكتب التنفيذي تاعك موجود خمس أعضاء، العضو السادس غائب منذ فترة طويلة جدا، ما هو مصير جمال مساودة في المكتب التنفيذي؟ هل اتخذتوا الإجراء القانوني بما أنه غاب أكثر من ثلاث مرات على اجتماع المكتب التنفيذي؟ ما هو مصيره في المكتب الرابطة؟ تكلم على مصير أعضاء الرابطة؟ مصير جمال مسعود رغم انه العهد انتهت، يعني مصيره هل اتخذتم؟ لا يا اخي، تكلم لي على تكلم لي على الجمعية العامة، تكلم المشاكل تاع كرة قدم، احنا ماناش نتكلموا الاشخاص، ما دخلنيش في حياتي طارق. جمال كان عضو معنا ومن بعد ارتأى ان ما يجيش الاجتماعات، نقطة ورجع للصدر. كل واحد حر في كل واحد حر في نفسه، كل واحد حر في مساره، في توجهه، في تصوره، في كل ما يحمله العقل تاعه. ما نيش لهنا باش نشرع الناس، هذا صديقنا حبيبنا كان معنا شاف باللي ما يوصلش. السلام عليكم ورحمة الله. أما بالنسبة للستاتيو والقوانين وإلى آخره، قلت نحن في حالة استثنائية، كل مشكل له استثناءات، فيه فيدرالية الجزائرية كرة قدم، فيه وزارة الشباب والرياضة، فيه رابطة المحترفة لكرة القدم، عاكفة على إيجاد الحلول لهذه الأمور الاستثنائية. من المفروض اليوم احنا ما نديروش الجمعية العامة تاعنا في 22 نوفمبر والفيدرالية الجزائرية لكرة القدم في 27 نوفمبر، ولكن هذه الإكراهات الغير المبرمجة خلتنا وجرتنا باش نديروا الجمعية العامة العادية في نهاية السنة، وهذه الإكراهات خلتنا احنا كرابطة محترفة نروحوا للجمعية العامة الانتخابية من 15 جانفي إلى 15 أفريل، وبالتالي كلها استثناءات اللي فرملت السير الحسن للجمعية العامة، تطبيق القوانين، وكذلك النصوص للمواد اللي من المفروض كانت تفوت من ستة أشهر خلت. نظن هذه التساؤلات كلها تصيب الحلول. إذا كانت حلول قانونية اللهم بارك، ما كانت حلول قانونية تكون اجتهادات، الاجتهادات ونعمل بها ريثما نرجع إلى الأمور اللي تسير كرة القدم والرياضة بصفة عامة، لأن ما لازمش هذه القوانين، ماهيش قرآن كريم اللي كان فيها اجتهادات. كاين اجتهادات كما في البرلمان، كاين أمور ما يعني البرلمان ما يصوتش عليها، رئيس الجمهورية عنده صلاحيات، مجلس الدستوري عنده صلاحيات، في الرياضة كيف كيف، كاين الفيدرالية، كاين الرابطة، مكتب الرابطة، كاين الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم تجتهد، وكاين وزارة الشباب والرياضة كذلك اللي تأخذ قرارات وتساند الاجتهادات المنطقية اللي تخدم المصلحة العامة. السلام عليكم. تفضل. هل من تعليق بخصوص قضية اللاعب روني لاعب مولودية العاصمة؟ ماهيش مدرجة اليوم في أشغال الجمعية العامة. ممكن تعطينا رأيك؟
معليش نعطيك توضيحات، لان اليوم حنا نتكلموا على على الاشغال الجمعية العامه بصفه عامه، ولكن انا ماذا بي هذا السؤال والجواب وما تكونش تعقيبات اخرى، لان باش ما نبقاوش نروحوا للحيثيات، لان دي حيثيات. اللاعب هذا ضاع عقد مع فريق مولوديه الجزائر، وهو مشكل يعني بين اللاعب وبين النادي. رئيس النادي راسل الرابطه الوطنيه لكره المحترفه، والرابطه الوطنيه الرابطه المحترفه يعني حبينا يعني نسلط الضوء على هذا الملف. رئيس الرابطه اللي هو العبد الضعيف اختار رئيس لجنه الانضباط باش يفتحوا ملف و يعني يدرسون ما يرونه مناسبا. واللجنه تاع الانضباط اللي هي لجنه قانونيه وحره في قراراتها، اعطات لو فيرديكت تاعها، وحنا قلنا اذا كان هذا اللاعب يعني قالوا مزور لاتيستاسيون انترناسيونال ولا حاجه من هذا القبيل ومشى للعداله وجابونا، يعني العداله كاين يعني قضيه عاديه وكاين قضيه مستعجله وكاين قضيه الريفيري من ساعه الى ساعه في عده طرق، ولكن الرابطه المحترفه لا تقوم مقام النادي الذي اشتكى. ما عليهم اذا كان عندنا حنايا مثلا ان جوجمون من العداله الجزائريه سنقوم بالواجب وننفذ ما يعني حكمت به العدالة الجزائرية. أما واش قالت لجنة الانضباط، هذا خاص بلجنة الانضباط اللي هي مستقلة ولها كل الصلاحيات في قراراتها، وقراراتها لا تناقش. احنا الدور تاعنا كنا قادرين هذه الرسالة نحطها في الدرج، ولكن احنا كرابطة حبينا نسلطوا الضوء، واللي عنده الصلاحيات باش يخطر رئيس اللجنه تاع الانضباط هو رئيس الفيدراليه ولا رئيس الرابطه. حنا وقفنا مع هذا النادي في مسعاه، ولكن حنا ما نقدروش نقولوا له عندك الحق ولا ما عندكش الحق كمكتب رابطه، ولو اجتمعنا البارح كاين لجنه الانضباط وهي حره. نقطه ورجع للسطر. الا ما فيش سؤال اخر تفضل. سي بدوى، كان طرف لي نقطة، أنا شخصيا عجبتني المقارنة عملتها مع انطلاق البطولات في أوروبا، لكن في الجزائر للأسف كما يعلم العام والخاص ما عندناش برنابيو، ما عندناش مونترافور، ما عندناش ملاعب. نعم. كما اللي عندهم في أوروبا. نعم. هذا واقع. ما هي أهم الإجراءات ولا أهم التعليمات ولا أهم الأمور الحين ترتكزوا عليها في تأهيل الملاعب الجزائرية، خاصة من عرضنا الملاعب الجزائرية أكثرهم ما فيهاش أربع غرف تغيير ملابس، غرف تغيير ملابس ضيقة. مع جائحة كورونا كيفاش راح تتعاملوا أو ما هي التوصيات التي توجهتوا بها من أجل تأهيل الملاعب؟ سؤال ثاني فقط فيما يخص الوزارة، قلت أنت الوزارة اليوم وزير الشباب والرياضة كان صرح قال لك أنه أوفت لجان لموافقة ومراقبة الاتحادات، وعلى ضوء التقارير راح تكون جمعيات انتخابيه، هل نفس الشيء مع الرابطه ام شيء اخر؟ شكرا. نبدا لك بالسؤال الثاني. الاتحادات مسؤوله على اون ديسيبلين، مثلا الاتحاديه الجزائريه كره القدم مسؤوله على كره القدم، ولا الاتحاديه فيها 62 رابطه. يعني نظن اذا تكلموا على الاتحادات. الرابطات تخلى مع الاتحادات، ولكن هذه سياسة عامة، ما يقدر يعطيك الاستفسار تاعها إلا مصالح وزارة الشباب والرياضة، وهذه أمور عادية جدا. أما بالنسبة للملاعب، نشكر بالمناسبة سي فاروق بالقدوم واللجنة اللي يعني راهي عاكفة على لوديت دي ستاد، يعني يخرج المعاينة تاع الملاعب في الجزائر العاصمة اللي
كاين في اللجنه تكونت من وزاره الشباب والرياضه وولايه العاصمه، ولكن دائما بمرافقه اللجنه تاع الرابطه المحترفه، وكذلك في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب الشرقي وفي الجنوب الغربي. خرجوا في الاسبوع الماضي والاسبوع هذا يعني لمعاينه الملاعب تاع الفرق المحترفه، المحترف الاول الا في العاصمه اللي راحوا كل الملاعب. يعني ويزون ديكوفر رويبا والدار البيضاء، قال لك هادو علاش ماهوش مفعالين وهما خير من بعض الملاعب اللي يلعبوا فيهم البطوله المحترف الاول. نظن كاين ان كاي تشارج مينيموم، ما تقدرش تكون عندك انت قلت برنابي ولا نيوكومب ولا 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 الى ولا ملاعب اخرى. نحن في الجزائر، احنا في تيرموند نظن عندنا هذا الملاعب تاعنا، ونتمنى من خلال السؤال تاعك اتمنى على الملاعب الجديده اللي راهي تتبنى في براقي وفي تيزوز وفي دويره وفي وهران الاسراع بانجازها، ولن يتاتى ذلك الا بوقوف رئيس الجمهوريه شخصيا. اقول واكرر، لن يتاتى ذلك الا